مهرجان بوغرنين مع مدير المركب الثقافي علي بن عياد ومدير المهرجان أيمن غالي. سي أيمن أهلا وسهلا بك، مساء النور. أهلا وسهلا بك، مرحبا بكم وكافة مستمعي الإذاعة الوطنية أختنا نادرة، مشكورة على الاستضافة. مرحبا بكم، هذا هو واجبنا وإحنا نتابعه في المهرجانات الصيفية. ومهرجان بوغرنين من أعرق وأهم المهرجانات اللي عندنا في خريطة المهرجانات الصيفية، شنو عاملين، شنو الأجواء مباشرة، عنده خصوصية خاصة خاطر؟ أكيد عنده خصوصية خاصة، أنه مهرجان بوغرنين يكاد المهرجان الوحيد أنه يمكن جماهيره من 5 عروض مجانية بالساحات العامة. كانت انطلقت العروض بالفسحة الشاطئية بمدينة حمام لند في سهرة 24 جويلية في أجواء تنشيطية كأعطاها شارة انطلاق للدورة 42 من مهرجان بوغرنين الدولي، في مع العرض الفرجوي في الفنون السيرك لشركة باباروني، وكذلك في سهرة 25 جويلية تزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية، وزاد مساندة للشعب الفلسطيني نظمنا عرض موسيقي لمجموعة أجراس، وكان تفاعل ياسر مزيان من أهالي حمام لند وأهالي الضاحية مع الفنان الكبير عادل بوعلاق. أي مع أخونا عادل بوعلاق والمجموعة الشبابية اللي جبهان المدينة حمام لند، مع لوحات راقصة جميلة، مع أهم الأغاني الملتزمة مارسيل الشيخ إمام وإنتاجات مجموعة أجراس. اليوم حسب كما تواصلنا وتفاعلنا فما عرض على الشط خارج الفضاء، يعني اليوم كيف اليوم زاد مأمنين عرض ينطلق تقريبا 15 دقيقة أخرين بالفسحة الشاطئية بمدينة حمام لند في نفس المكان، عرض في الموسيقى الإلكترونية والأجواء التنشيطية بمدينة حمام لند. الخونة فيصل اللي هو ولد مدينة حمام لند، وهذه لفتة في تشجيع أبنائنا والناس اللي تخدم في الشأن الثقافي والجانب التنشيطي بمدينة حمام لند أنهم يأخذوا فرصتهم ويكونوا متواجدين في مختلف فقرات مهرجان بوغرنين. فكرة مزيانة أنه نثمنوا الطاقات والكفاءات اللي عنا الموسيقية مع أولاد البلاد في مهرجانهم، نصور يكون عرض ياسر في برشا مع تفاعلي، في برشا نوستالجي، وفي زادة تشجيع للشباب. سي أيمن، بالنسبة لمهرجان بوغرنين الميزانية والاختيارات الفنية كيفاش ماشي الأمور؟ في الحقيقة معناها الميزانية هي ميزانية متواضعة ومتواضعة جدا، مثلت لنا برشا صعوبة معناها في اقتناء العروض والاختيارات، ولكن الحمد لله ما نجموش نقوا مع الميزانية، لازمنا معناتها كأحنا خبرات وموظفين في وزارة الشؤون الثقافية وراجعين بالنظر للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس، الحمد لله تمكننا واشتغلنا في 3 أشهر باش نجم نأمنوا أغلبية العروض التونسية الموجودة على الساحة التونسية، أغلبية العروض الفنية الكبرى أن تكون موجودة في الدورة 42 من مهرجان بوغرنين. كنا انطلقنا في عرض الافتتاح الرسمي مع الفنان الشاب المتألق المتخلق مرتضى الفتيتي، كان عرض تحت شباك مغلق قدم فيه عرض خاص وخاص جدا لجماهير مهرجان بوغرنين. انطلق العرض بلوحة فنية تضامنية مع أخيانا في غزة، إن شاء الله ربي ينصرهم، وتفاعل الجمهور وتفاعل الفنان تقريبا 3 ساعتين من الموسيقى والغناء والأجواء الطربية والأجواء الموسيقية بصفة عامة. نجم نقوله فما إقبال كبير على المهرجان، بقي وفي ما أنت أبناء الجهة خاصة الهمهامة نعرفوا قديش يحبوا المهرجان متاحهم يدعموه ويحضروا، ما زال وفي على مستوى إقبال الجماهير؟ أكيد أكيد، إحنا اليوم نستناوهم إن شاء الله باش يكونوا بحذانا في سهرة 31 جويلية مع نجم الفن الشعبي وليد الصالحي،
اللي باش يكون زادة في عرض خاص مهرجان بوقرنين، واحنا واخذين بعين الاعتبار الوضعية المادية والظروف الاجتماعية اللي تمر بها كل معناتها في الحقيقة. هذاك علاش التذاكر مش تكون تتراوح من بين 15 دينار و 30 دينار حتى يتمكن أكثر من فئة، خلينا نقول أني معناتها تقتني تذاكرها وتكون موجودة في المسرح اللي تستمتع بالبرنامج اللي موجود على ذمتهم بحول الله. بحول الله. شكرا لك سي أيمن غالي مدير المركب الثقافي علي بن عياد. لو تسمح نادرة فضل. لو تسمح البرنامج مازال متواصل إلى غاية 21 أوت. كل التفاصيل وكل الجديد في مهرجان بوقرنين الدولي تلقاوه على الصفحة الرسمية مهرجان بوقرنين الدولي. تساؤلات الجمهور احنا ما تنجابوا فيها ديما موجودين 24 ساعة. التذاكر متوفرة باش يبداك المركب الثقافي حملنس، مرحبا بالناس الكليكة وان شاء الله معتها يلاقيوا حسن الاستقبال وحسن التنظيم ومرحبا بهم في كل وقت. شكرا لك سي أيمن. هذه تصويرة حملنف وتصويرة بوقرنين وتصويرة الجهة الكل المهرجان يعكس زيادة مدى حرص أبناء الجهة على إنجاح الدورة هذه من مهرجان بوقرنين. شكرا لك ومواصلين معكم لقانا في فنون.